الكوسه بالبشاميل بسيطه جدا وسهله. عندي مثلا كيلو كوسه، هو يا دوب كيلو كوسه هيطلعوا حوالي 6 كوسيات 7 يعني على حسب حجمها. انا قطعتهم كده، بصوا بحب انا ارصها راق وراق عكس، فلما تقطعيها تبقى ليها شكل هندسي يعني. طيب هنعمل ايه بقى؟ هشوح الكوسه دي في رشه من زيت الزيتون، حط عليها ملح وفلفل وبهارات، وبعدين رشه من النعناع الجاف. احلى حاجه مع الكوسه بالبشاميل، البشاميل عندي العصاج احنا عملناه وجهزناه، اللي عملناه بالبصله وملح والفلفل والبهارات وجوز الطيب ومكعب من المرق، وشوحته وعملته تقليدي جدا، بس طبعا هي نكهات التوابل اللي هتبقى ليها طعم. فانا هعمل ايه؟ بسخن بقى صينيه كبيره كده، اوكي، وبعدين اخد زيت الزيتون اهو، بسم الله، هعمل كده، اوكي، تسخن بس حبه حلوين عشان انا مش عايزاها تنزل ميه. معانا ام اسلام، يا اهلا وسهلا ام اسلام. الو، ايوه حبيبتي، اهلا وسهلا. السلام عليكم. اصل الصوت بعيد قوي يا عظيم. انا اسفه حبيبتي، معلش استحملين استحملين. معلش حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله، وانتي اكتر والله. معلش حبيبتي، امبارح ما عرفتش اكلمك خالص، ربنا يكتر من حبايبك يا رب. تسلمي يا روح قلبي، ربنا يخليكي ويحسن ما بين ايدك يا رب يا عظيم. امين يا رب، امين. عايزه اشكرك على البساره حبيبتي، بس هي انتحار. انتحار في الجو ده. انا مش هفتك، مش هقول لك هم عملوا ايه هنا، جابوا قد ايه عيش وما شاء الله. والله بجد مش قادره اقول لك، طعمها خطير. تسلمي يا قلبي، ربنا يبارك لك يا حبيبتي ويخلي لك ولادك يا رب. الله يخليك يا رب. وانا سعيده فعلا بيكي بوصفاتك القديمه حبيبتي، والوصفات بتاعت اجدادنا وامهاتنا، ربنا يا رب يرحمهم يا رب، يا رب ويدي الصحه لكل الموجودين. امين يا رب. بجد اتعلمنا كتير قوي منهم، انا اتعلمت عن نفسي منك كتير قوي يا روحي، ده شرف ليا والله. انا مش قادره اقول لك، جوزة الطيب الاول انا كنت بطحنها، دلوقتي بعد ما انت قلتي ببشرها، بخليها فريش والمبشره الصغيره على طول بتبقى تحفه بجد. على الثلاجه الزقيها، على الثلاجه ما تسيبيهاش. على الثلاجه حطاها فعلا، صح. بصي كل كلمه بتقوليها انا بنفذها على طول يا روح قلبي. ربنا يخليكي شرف ليا يا رب كده، ويا رب يا رب نجاح لنجاح. امين يا رب. عايزه بس من خلالك فعلا اقول للشيف قدري، أيوة. بجد انت وحشتنا، وكل سنه وحضرتك طيب. أيوة. فعلا يا عظيمه، هو يعني مش قادره اقول لك انسان واخ قد ايه. انا اتفاجئت بصراحه، بس اسعدني يعني انه بقى دخل لي على الصفحه وقال. انا طبعا اتفاجئت، هو بصراحه انسان مش قادره اقول لك قد ايه والله يا عظيمه. ربنا يكرمه، ربنا يخلي له ولاده يا رب، ويبارك له في صحته وفي زوجته. ربنا يخليكي حبيبتي، ودايما كده منورانا ومتعانا بوصفاتك الجميله. الله يخليكي. وانا مستنيه الفايش طبعا السبت ان شاء الله، وهتوحشينا من هنا اليوم السبت باذن الله. انتوا اكتر والله. تسلمي لي يا ام اسلام، ميرسي، ويسلم ذوقك والله وكلامك الجميل، ميرسي يا حبيبه قلبي. طيب انا عملت ايه؟ عملت الكوسه اهو، بشوحها بس تشويحه، وبعدين هجهز بقى البايركس. انا دهنا البايركس برضو بسمنه او بزيت نباتي او بزيت زيتون، بترجع لحضرتك. انا حطيت هنا زيت زيتون، بس انا هدهنها زيت زيتون برضو. خلاص هشوحها تشويحه بس تطرى، انا عايزاها تطرى ما تبقاش ناشفه، عشان لما تدخل الفرن ما تبقاش ناشفه، كاني بالظبط بعمل كوسه مطبوخه، انا مش عايزاها مطبوخه. خلاص رشه النعناع بقى هنا اهي، يعني انا بحط كميه قليله بكميه قليله. ليه ما حطيتش كله؟ عشان ما اديهاش فرصه تنزل ميه، انا عايزاها كده ايه، ناشفه. معانا مدام ناديه، يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذه. مساء الفل على حضرتك مدام ناديه. استاذه بجد والله يا روح قلبي، تسلميلي يا رب. ما شاء الله عليكي، تسلمي لنا كلنا يا رب حبيبي حبيبتي قلبي. ربنا يخليك يا فندم. طبعا الشكشوكه بتاعتك رائعه وجميله، يعني تحفه بطعمها وشكلها، كانت مشهيه جدا يا روح. تسلم ايديك. تسلمي يا فندم. وطبعا البسيسه يعني عملت بين اللي انا بعملها واللي حضرتك عملتيها، لقيت فرق البرتقال تقريبا. أيوة، لان مزبوط. انا بعملها باللبن. مظبوط يا فندم، تقريبا البرتقال هيخليها احلى. اكيد مكان اللبن نحط برتقال، لو حابين تعملوها بالبرتقال، مكان نص كوبايه اللبن نحط مكانها نص كوبايه من البرتقال، ونبشر برتقالتين، يعني قبل ما اعصر البرتقال اخد قشرهم اغسلها كويس وابشرها على مبشره ناعمه قوي، وبعدين اخد القشر ده اضيفه مع البيض والزبده، بيدي نكهه رائعه. وبعدين احط مكان نص علبه، اسفه، كوبايه اللبن، احط مكانها نص من عصير البرتقال الفريش، هتبقى ليها طعم حلو. بس انا عايزه اقول لك حاجه يا مدام ناديه، انا سبتها اختياري لانه مقادير الكوسه معانا اهي، لان هي فعلا في ناس ممكن تحبها بالبرتقال وفي ناس تحبها
زي طريقتها التقليديه اللي احنا عارفينها، فانا حبيت اعمل التقليدي والاختيار طبعا يرجع لحضراتكم. تسلمي لي على مكالمتك الحلوه، ميرسي لحضرتك جدا ولكلامك الجميل، وان شاء الله مدامين المقادير على الهوا. ماشي اوكي، المقادير معانا اهي. الكوسه بالبشاميل عندي، البشاميل احنا اتفقنا عليه 4 معالق دي لاربع معالق سمنه، بنشوحهم تشويحه خفيفه على النار، هنزل عليهم بلتر لبن، وبعدين اضيف الملح الفلفل البهارات جوزه الطيب، احط القشطه اللي عندي العلب او الكريمه اللي يريحكم. طيب العصاب ممكن يبقى ربع كيلو من اللحمه، عملنا معاه بصل مفروم وثوم مفروم وملح وفلفل وبهارات. هبدا بقى ايه، اخدها ارصها. انا عندي كمان صنف سلطه خفيف قوي النهارده، خليني اجيب الاول البايركس واحط هنا في الطبق جنبي ده طبق السلطه، انا دهناه بالزيت. انزل بس الكوسه هنا علشان ابدا احط الكميه الثانيه. البشاميل ده هينزل، المكرونه بالبشاميل هتحمر وهتاخد اللون اللي انتوا حابينه من غير ما تضيفوا لها بيض ثاني على الوش خلاص. خلاص دي الكوسه، انا احط ثاني على النار وهضيف الكميه المتبقيه. بسم الله. طيب مدام ناديه رجعت لنا، يا مدام ناديه ربتي معلش الخط قطع. ولا يهمك حبيبه قلبي ولا يهمك. من فضلك عايزه اعمل الرقاق الطري بس صينيه من عينيك، احشيه مثلا بسطرمه وجبنه او صدق او ومعاه جبن. والصدق طب ممكن اجي زي اللي هو الرقاق العادي ولا لا هتعمليه حضرتك؟ هقول لك اعمله لك من عيني، اعمله لك الاسبوع الجاي. اعمله لك بس لا بعيد قوي الاسبوع الجاي يا حبيبه قلبي. بعيد؟ طب اقول لك دلوقتي حالا تعمليه ازاي. هو انا كنت بعمله صوابع وبدهنه سمن، انما عايزه اعمله صينيه وفيها حشو من جوه. طيب عايزه اعرف بقى بيتسقى ولا برده بيتعمل. هقول لك تعملي ايه حالا، هقول لك دلوقتي اول ما حضرتك تقفلي هقول لك دلوقتي. طيب بصي يا مدام نادي، هو الرقاق الطري عادة عشان هو طري احنا ما بنسقيهوش كتير او بننقعه بنعمله بشوربه زي الرقاق الناشف، الفكره ان احنا بنطري الرقاق الناشف، لكن ده في الاساس طري. فانا هعمل ايه؟ الحروف بتاعته بس هي اللي بطريها، يعني الفها زي المنديل كده وانزلها في الشوربه تلت الرقاقيه اللي فيها الحروف الناشفه، انزلها في الشوربه السخنه وبعدين افرده، احشي زي ما انت عايزه بينهم خفيف سمن خفيف وممكن يبقى بينهم قشطه. وبعدين توصلي لحد مثلا بتحطي 4 ورقات او 5 وبعدين فوقهم 4 براحتك العدد اللي بيريحك وعلى حسب الصينيه. هاجي بقى في الاخر خالص كبشه شوربه واحده، كبشه شوربه واحده يعني لوش صغير، هاخد كده وهضيف على الصينيه كلها وعلى الوش. انا عن نفسي حتى لو انا حشيها باي حشو بحب احط لها من فوق قشطه للرقاق، لان القشطه اولا بتدي له لون حلو قوي وبتخليه طعمه حلو قوي، وما بعملش اكتر من كده. بالنسبه للرقاق الطري اختياري بقى تعمليه صينيه رقات فوق بعض دواير كبيره زي ما انت عايزاه بحجمه، او تلفيه رول وتقطعيه براحتك. لكن لو عايزه تعمليه صينيه زي ما احنا عايزينها الورقه بورقتها، هي الحروف بس اللي انا ببلها في الشوربه فقط لا غير. خلاص وتعمليه عادي جدا وهتطلع معاكي صينيه محترمه يعني. وممكن تعملي حاجه بس افضل ان الصينيه ما تبقاش بقى حروف عاليه، خلينا في الصواني اللي هي زي صواني الكنافه، لان هو لو حبيتي تقلبيه هيبقى ليه كده، هيبقى ليه طبقه قرمشه حلوه هتعجبك، لان هو طري مش زي الناشف بيبقى ممكن يبقى عايز صينيه عاليه شويه. خلاص انا هعمل ايه بقى، انا هسيبه كده يتشوح تشويحه، هوري حضراتكم بقى البس الجلافز هوريكم انا هرصها ازاي وبينهم طبقات البشاميل. هي سهله وبسيطه جدا، بس هي الفكره زي ما اتفقنا فكره ان انا مش هسلق الا خلاص الكوسه، انا هحطها متشوحه على النار ورشه النعناع الجاف. خلاص اهم حاجه حطها في الاخر اهو. طيب خليني بقى اعمل ايه، انا هاخد كده بسم الله هعمل كده هرصهم رصه حلوه. خلاص هجيب بقى انا عندي لحمه مفرومه اهي، هاخد بس معلقه اهو كده. مدام سميره يا اهلا وسهلا.
حبيبة قلبي، روح قلبي، حياتي. عاملة ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يخليك. يسلم ايدك يا حبيبتي، احنا تعبينك معانا بجد. لا ما تقوليش كده. الله يخليك يا حبيبتي، تسلم ايدك على كل حاجة بتعمليها. تسلميلي يا رب. انا كنت عايزة بس هو الدقيق البسيسة. قولي. دقيق البسيسة مش عارفة اجيب انهي الاحسن. بصي انا بجيب، هو دلوقتي دقيق البسيسة اقول لك بصراحة، انا بجيبه من السوبر ماركت في نوع معين كده، هو الدقيق الاصفر، يعني تشميه تحسي ريحة الذرة، عارفة النفاذة اللي احنا متعودين عليها دي يا مدام سمير. ما انا عايزة الحاجة الكويسة الحقيقة، لاني انا نفسي فعلا اعمل البسيسة بتاعت زمان. انا هبعت لك النوع بتاعه. طيب اقول لك النوع، لان في منه للاسف بيتباع بس انواعه فاتح قوي كده يقرب للابيض. ما بيبقاش كويس، بيبقى مخلوط بحاجات تانية. وبعدين البشاميل فعلا انا بحب المكرونه بالبشاميل ساده كده، ما بحبش احط عليها لا موتزاريلا ولا اي حاجه. وانا كمان. ايدك فعلا. اتفضلي معانا يا مدام سميره. والله الله يخليكي يا حبيبتي، بالله عليك تسلمي لي، شرفتيني حبيبه قلبي، وسيم مكالمه حضرتك يا فندم. طيب انا كده عملت طبقه، هحط تاني طبقه من اللحمه، طبقه خفيفه كده، وبعدين احط طبقه تاني من البشاميل اهو، طبقه وطبقه من البشاميل. هشيل دي احط فيها بس الايه، بقيه الحاجه اللي في الصينيه عشان ارص اخر طبقه ليها. وبعدين دي بقى الكوسه، لو انتوا حابين بقى الكوسه تضيفوا لها موتزاريلا ضيفوا بقى على الكوسه موتزاريلا. وانا على فكره بخلط الموتزاريلا جوه البشاميل، ما بحطهاش على وشه عشان هي بتبقى اسرع في الاحتراق، بتبقى بالظبط كده ايه، بتتحمر اول حاجه وعاملين لي نقط نقط نقط، شكلها وحش قوي فوق البايركس، انا مش بحبها كده بصراحه. خلاص فانا هعمل كده بقى، انا عملت كده بالطول، نعمل بقى كده بالعرض. عايز اقول لكم الريحه روعه، ريحه الكوسه روعه، ريحة النعناع بقى والتوابل حلوة قوي. ده اوكي، هحط طبقة تانية وهحط البشاميل دلوقتي حالا. سيب بس اخر طبقة لازم تبقى كوسة، بس هحط الاول هنا بشاميل. اخر طبقه من فوق تبقى الكوسه، وبعدين فوقها البشاميل. حاضر هشيلك دلوقتي حالا. اوكي ده اخر طبقه بقى. خلاص اخر بقى حاجه هضيفها البشاميل. اوكي قربوا بقى جنبي هنا، بسم الله. وهقول لكم بقى انا هضيف الجبنه فين. جبنه الموتزاريلا هضيف شويه صغيرين هنا على شويه البشاميل دول، وبعدين احطهم. هتسيح في وسط البشاميل لو تعرفوا هتبقى روعه ازاي، كانه قوام واحد لكن مش فوقه، هتسيح جواه وكانها من مضمون قوامه بس. وعلى الوش ممكن رشه جوز الطيب لان هو بيبقى روعه، انا بحب قوي جوز الطيب اساسا. خلاص كده هشيل ده خلاص كده، وهدخلها الفرن. بسم الله.
المكرونه بدات بصوا اللون لسه. بسم الله. ودي الكوسه بالبشاميل. طيب دلوقتي بقى في نوع سلطه لطيف قوي خفيف، يمكن احنا مش بنستخدم البقوليات بشكل كتير بس خلينا نستخدمه، احنا اتفقنا ان هي مفيده جدا. ويعني لو زهقانين من الاكل العادي او اللحوم الفراخ، احنا اكيد يعني ايه بنحب نغير.